بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان وكل اوان ولا دهر الدهور امين. ارحب بك عزيزي مشاهد ومستمع قناة لوجوس تي في الفضائية في برنامجكم هذا قدسوا صوما. وهذا اليوم هو يوم السبت الاول من الاسبوع الاول من الصوم الكبير، وكنا قد تكلمنا في ثلاث حلقات ماضية عن الفضائل الثلاثية او بما اسميناه الحبل المثلوس، في يوم الجمعة امس والخميس ما قبله والاربعاء. الرب يعطينا نعمة فوق نعمة حتى نكمل هذا الموضوع اليوم، كي نستطيع أن نقول إن موضوع الأسبوع بتاع الرفاع بيخدم الأسبوع كله، وبيكون قدامنا نموذج لخدمة الأسبوع كله. تكلمنا عن الأسابيع الأول والتاني في يوم الخميس والتالت والرابع في يوم الجمعة. حري بنا أن نتحدث اليوم عن الأسبوعين الخامس والسادس، فأسبوع الخامس هو ما يسمى بأحد المخلع أو بما يقال في الصعيد حد الوحيد، والأسبوع السادس هو حد التنصير أو حد المولود أعمى. في الأسبوع الخامس حد المخلع، هل هذا الإنسان قدم صوم، قدم صلاة، قدم صدقة؟ نقدر نقول التلاتة دول برضو كان فيه ما ينوه عنهم من خلال قصة هذا الرجل الذي حامت حوله شبهات كثيرة. الراجل دوا ما كانش صايم يوم ولا اتنين ولا تلاتة، وما كانش صايم 38 يوم، ده 38 سنة صيام عن الحركة، صيام عن الخلطة، صيام عن العشرة، صيام عن استخدام الإرادة. الرجل ده كانت عينيه بتشتغل، ودانه بتشتغل، لكن باقي جسمه ما يقدرش يعبر. المسيح قال له كفاياك عليك كده، ما حدش احتمل قد انت ما تحتمل. التمانية وتلاتين سنة دول لو اديتهم لواحد تاني عادي كان زمانه بقى جد، لكن انت مش مستني اكتر من لحظة وملكش اكتر من طلب. يعني طلباته مش كتيرة، متطلباته مش عديدة، فرب المجد اعتبر ان الفترة اللي هو بيقضيها في هذا المرض هي فترة صوم. عشان كده الكنيسة بتاعتنا اتعلمت انها تكون حنينة على المرضى، على الحوامل، على المرضعات، لان مثل هؤلاء الطبقات من الناس بتبقى محرومة من حاجات كتيرة جدا، فالكنيسة بتبقى حنينة جدا عليهم. هل هذا الإنسان أيضا نرى في قصته تعليم عن الصلاة؟ وكان موجود فين؟ كان موجود في إحدى روافد الهيكل. أذنيه تستمعان إلى صوت التسبيح، كم استمع من تلاوة للمزامير، كم اشتم من رائحة كبيرة للذبائح التي تقدم. عشان كده الانسان ده كان قاعد في جو كله صلاة، لكن رغم ان الجو المحيط به اللي كان عايش في وسطيه ما خلاهوش قديس. ده 38 دقيقة يقضيها واحد في مثل هذا الجو تصنع منه قديسا وعابدا، ولكن هذا الانسان لم يستفد. في نفس الوقت ان احنا نلاقي تعليم عن الصدقة في هذه القصة. فنلاقي ان رب المجد هو اللي تصدق عليه،
ولان رب المجد هو اللي اعطاه. ما حدش قال للمسيح فيه راجل مرمي عند البركة الفلانية يا ريت تبقى تشقر عليه. ما نطلبش منك غير انك انت تعدي وتشوف الراجل ده عايز ايه. على فكرة انت لو رحت للراجل ده هتعمل منه كتير، لكن رب المجد هو اللي راح له لحد عنده. كتابنا المقدس يقدم لنا نموذجين لاثنين مفلوجين. المفلوج الاول كان في كفر نحوم، وهذا المفلوج هو اللي جه للمسيح، مش المسيح هو اللي راح له. وكانت النتيجة ان الاربعة الحاملين طلعوا بيه فوق السقف ونقبوا السقف، وزي ان هم يظبطوا الزاوية وينزلوا المريض قدام عينين المسيح. انت يا رب مستني المفلوج ده في كفر النحوم؟ يقول لك لا، انا مستني الاربعة، عشان الاربعة دول هيقدموا لي ايمان اقدمه للي ما عندوش ايمان. لكن هذا المريض، مريض بيت حزدة، لا لقى اربعة ولا هو كان يقدر يروح للسيد المسيح له المجد. فرب المجد هو الذي ذهب الى حيث كان الرجل يقيم. المسيح هنا هو اللي بيعطي صدقة، لكن بيديله ايه؟ بيديله الصحة اللي يقدر بيها يقوم على رجليه ويشيل سريره ويروح بيته، ثم يعود الى سابق عهده. بس يا ترى هتلاقي الناس اللي انت كنت بتلعب معهم لما كنت طفل؟ هتلاقي الشباب اللي كنت بتختلط معهم لما كنت شاب؟ هتلاقي الرجال اللي كنت بتتداول معهم العمل لما كنت راجل؟ كل دول غابوا عنك، نسيوك، محدش عارفك. لكن رب المجد بيقدم لنا مثال عن التلات فضائل دول حتى في القصة، ولو كانت بأساليب مبهمة أو ضعيفة، أو نحتاج أن ندخل إلى أعماقها حتى نستطيع أن نسبر أغوارها. ندخل في الأحد السادس، أحد المولود أعمى. هل هذا الإنسان صام؟ ده ما افطرش قبل كده، يبقى صام منين؟ احد العلماء او الادباء قال ان الانسان يخرج من ظلمة البطن الى ظلمة القبر مرورا بظلمة الحياة. لكن ده الراجل ده لا شاف النور جوه بطن امه ولا شاف النور خارج بطن امه، فلم يكن له العينين التي ترى بطن امه. وعندما خرج الى خارج بطن امه لم يستطع ان يرى وجه امه. يبقى عشان كده الرجل ده ما صامش قبل كده، ده ما افطرش قبل كده. وفي حاجات جد كتيرة جدا ما تمتعش بيها، فده قدم نوع من الصيام، نوع اللي فيه بنطلب من العين ان تكف عن كل ما هو سيء لكن ترى ما هو غير سيء. لكن هذا الانسان لا يرى ما هو سيء ولم يرى ما هو غير سيء، فكانت النتيجة انه قدم نوع من الصوم اللي اتكلمنا عنه في حلقة سابقة، صوم العينين عن الشر. الوصية رقم 10 في الوصايا العشرة تتكلم عن صوم العين. لا تشتهي لأي شيء مما لقريبك. هل هذا الإنسان أيضا قدم صلاة؟ إنه واحد من قلة من الناس، قال عنه الكتاب المقدس، قال أؤمن يا سيد وسجد له. إيمان وسجود. يبقى سجود أدرك إن المسيح معبود وليس بعابد. ده كانوا طالبين منك إنك أنت ما تقولش إنه نبي، ده أنت أكتر حاجة وصلت لها إنه نبي. لكن كونك تسجد، لا، ده مفيش نبي يسجد له.
يبقى انت وصلت ان المسيح يبقى ايه. فكانت النتيجة ان هو واحد من قلة سجدوا. قيل عن المجوس فتحوا كنوزهم وقدموا هداياهم وسجدوا له. قيل عن الشاب الغني اتى اليه جاثيا، يعني راكعا على ركبتيه مش ساجدا، وقال له ماذا افعل لكي ارث الحياة الابدية. هل نجد في قصة المولود اعمى تعليما عن الصدقة؟ المسيح تصدق على هذا الانسان بمقلتين صنعهما اللعاب والتراب. اخذ من الارض ترابا وبصق في هذا التراب وصنع من التفل طينا وطل به عيني الاعمى. انا كنت عايز اشوف المنظر الجميل ده. رب المجد بيفتح الجفون ويمسك كورة من طين يحطها جوه الجفن ده، وبعدين يروح على عين التاني يفتح الجفن يمسك كورة من طين يحطها في الجفن التاني، وبعد كده يروح قافل عليهم من بره بمكلس من الطين ويقول للراجل روح اغتسل في بركة سلوام. والراجل مستني. اللي بيتعمل ده هو مش ممانع بس مش فاهم، رغم ان هو مش فاهم اللي بيتعمل ده ليه، لكن مش ممانع. وبركة سلوام يعني مش بركة بيت حزدة، وتكون النتيجة عادة بصيرا. تعجبني جدا قصة بطرس الرسول المذكورة في الاصحاح الثالث من سفر اعمال الرسل. بطرس الرسول هو ويوحنا الحبيب دخل الى الهيكل ليصليا في وقت الساعة الثالثة، وهناك التقيا برجل اعرج من بطن امه لأربعين سنة، زي برضو المريض بتاعنا اعمى من بطن امه. تفرس فيهما راجيا ان يأخذ صدقة. حسنا لله يا سيادي. بطرس الرسول لم يشح بوجهه وما بصلوش وسكت، لكن قال له يا حبيبي الجيب فاضي، العين بصيرة والايد قصيرة، ليس لي ذهب ولا فضة، ولكن الذي لي اياه اعطيك. وعارفين بطرس الرسول عمل ايه معاه بعد كده؟ دي تذكرني بايه؟ بدلا من ان تعطيه سمكة علمه كيف يصطاد السمك. لو بطرس الرسول مسك اكبر عملة $100 وراح اعطاها لهذا الانسان، كان الرجل ده قاعد يقول له ربنا يسترها عليك دنيا واخرة، وكان يمطر اذنيه بالعديد من الثناء والدعاء. لكن بطرس ما قالوش كده. ده بطرس انا ما معيش فضة ولا ذهب، لكن معي حاجة تانية هديك منه. قم وامشي، ودي احسن من الفضة والذهب. يبقى هنا حتى ابائنا الرسل اللي فيما بعد لم يصطد واحد منهم سمكة واحدة لكي يبتاعها ويعيش من ثمنها، وانما عاش من خير الكرازة والبشارة. حتى ابائنا الرسل كان فيه اللي بيدوه، بس اللي كان بيعطوه ما كناش احنا نقدر نديه. يبقى احنا نقدر نقول ان الاسبوع الاول ده كله الكنيسة عمالة تقول لي الصوم الصلاة الصدقة. لو انا عملت صوم من غير صلاة ابقى جسد بلا روح، ولو من غير صدقة اكون خاويا وبلا فائدة. لكن لكي يكون في هذا الجسد روح ينبغي أن يكون الثلاثة دول موجودين. فلنتدرب على هذه الفضائل الثلاثية، ولنتدرب على هذا الحبل المثلوث الذي لو نحن قد ارتضينا به لمن قطع قط الصوم والصلاة والصدقة. حب واحد يعرفهم الثلاثة دول على حرف الصاد،
عشان ما ننساهمش. يبقى إذن صيام بلا صلاة، صيام بلا صلاة ولا صدقة، صلاة بلا صوم ولا صدقة، كما قال رب المجد إن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. إذا تضافر اتنين مع بعض كم وكم لو خلناهم تلاتة؟ رب المجد يعطينا نعمة وبركة، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.